اهلا بكم. الملك احمد السيد زيزو لا يقدر بثمن على الاطلاق. 200 ماتش بفانيلا تيشيرت نادي الزمالك العظيم، ساهم في مساهمه واضحه وصريحه ب 118 جوله. مش فكره تاثير لاعب عظيم في سكواد وتاريخ نادي الزمالك بعدد مساهمات مريب ومرعب في وقت قليل، الفكره كلها ان الزمالك بيمتلك لاعب بعقليه كان بيدور عليها الزمالك لسنين وسنوات طويله. الزمالك طول حياته وطول تاريخه مبتلي بعناصر لا تصلح لارتداء فانيلة وشعار نادي الزمالك العظيم، ومنهم لعيبه كمان كانوا اساطير، لعيبه اساطير كان دايما بيتقال عليهم اساطير وهم بيمتلكوا عقليه هشه والله العظيم. عموما الملك لا يقدر بثمن. عندما تبحث في الكره المصريه عن افضل لاعبي كره القدم محليا، ابدا مباشره بالمركز الثاني لان الاول باسمك يا زيزو. عموما احمد السيد زيزو في بدايه الموسم خرج جمهور نادي الزمالك وكان بيهاجم زيزو على مستواه السيء. زيزو ما كانش مستواه السيء، الأسوأ سكواد نادي الزمالك، سكواد نادي الزمالك هو اللي كان أسوأ. زيزو كل ما عليه طلع واعتذر للجمهور ووعدهم انه يقدم افضل ما لديه، وقد كان بالفعل احمد السيد زيزو بيعتلي عرش افضل لاعبي كرة القدم المصرية محليا، وفارق بفارق مسافة بعيدة عن اقرب منافس ليه. عموما باختصار شديد للغاية، لو هتدور على افضل خمس لعيبة في كرة القدم المصرية محليا هتحط زيزو رقم واحد، ده طبيعي. مش كده كمان وبس، لا ده زيزو من اللعيبه اللي بتتعدى على صوابع الايد الواحده، اللي ما بيطلعش وما بيخرجش وما بيسهرش وملوش في اي سكه تبعده عن كره القدم، وده اللي بيتقال عليه المثال فعليا، بيلعب الكوره للكوره، ودي اقل حاجه توصف زيزو خارج وداخل المستطيل. زيزو في ظل الازمات، في لعيبه كتير ونجوم بتتنطط على الزمالك في ظل الازمات والمستحقات. زيزو منفردا بعيد عن كل الهري والرغي ده كله، وبيقدم موسم من الكتاب مع نادي الزمالك في أسوأ موسم للزمالك على الإطلاق في التاريخ. زيزو سبحان الله بيقدم موسم من الكتاب بدون ما يفتعل أي مشكلة واحدة. من الآخر ومن وجهة نظر الشخصية، يا بخت الزمالك بيك يا زيزو، يا بخت الزمالك بيك يا زيزو. مش كده كمان وبس، انا احب اقول لك ان لو الزمالك يمتلك خمس لعيبه بنفس العقليه دي كنا هنبقى في حته تانية والله. يا بخت الزمالك بيك، ويا بختنا ان احنا عاصرنا لاعب بقيمتك يا احمد يا سيد يا زيزو.